فضيلة الشيخ، في مستهل هذه الحلقة والمسلمون يستقبلون هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهذه الفريضة العظيمة، المسلم كيف يحقق التوحيد في الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو الأساس في جميع العبادات، في الحج وفي غيره، وكل الأعمال مبنية على التوحيد. فإذا لم تكن مبنية على التوحيد فهي باطلة ومردودة. والحج والعمرة قال الله جل وعلا فيهما: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة أداء المناسك على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم، فتؤدى المناسك على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. هذا إتمام الحج والعمرة. وقوله لله هذا يعني الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، فلا يكون في حجه شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر كالرياء والسمعة وإرادة طمع الدنيا وغير ذلك، وإنما يكون الحج والعمرة خالصين لوجه الله عز وجل، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. والتوحيد واضح في الحج والعمرة من حين يحرم وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قوله لا شريك لك هذا توحيد، لأنه ينفي الشرك بجميع أنواعه، ويؤسس الحج والعمرة على التوحيد الخالص، ويكرر هذه التلبية. ثم أيضا في بداية الطواف في كل شوط يكبر الله سبحانه وتعالى عند الحجر الأسود وفي بداية كل شوط، وكذلك يلهج بذكر الله في أثناء الطواف، وكذلك في السعي يقف على الصفا يستقبل البيت ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بالدعاء، ثم ينزل ويمشي إلى المروة. إذا صعد على المروة فإنه يقول ما قاله على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيما بين ذلك يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. وكذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك في المبيت بمزدلفة يذكر الله عز وجل: اذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك حينما يرمي الجمرة يرفع يده بالحصاة ويقول بسم الله، يقول بسم الله والله أكبر، يكبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك عند ذبح الهدي يذكر الله عز وجل ويسمي الله، يقول بسم الله والله أكبر.
وعملا بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. ودائما التوحيد وذكر الله ملازمان للحاج والمعتمر. والله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دائما التوحيد على لسان المؤمن وعلى قلبه وعلى أعماله في جميع أعمال الحج. فالحج كله توحيد، كله إخلاص لله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.